النهاردة صحينا زي ما انتوا شايفين كده، ثلج نازل بالليل، وممر العربية بتطلع من الجراج كله تلج. فالنهاردة عندي مهمة ان انا اكسح التلج ده بجاروف. حاول اصور بعد ده. صباح الخير عليكم. زي ما قلت لكم صحينا النهارده لقينا في ثلوج نازله من امبارح، فهصور لكم ازاي بصحى الصبح. اول حاجه لازم اعملها ان انا اشيل الثلج من الممر عشان تطلع العربيه، ولازم اشيله من ممرات المشاة اللي قدام بيتي علشان محدش وهو بيمشي يتزحلق ويقع ويحصل له اصابه. والدولة عاملة البلدية عاملة غرامة لأن ما يشيلش التلج من ممرات المشاة لأنه بيعرض حياة الآخرين للخطر. هو يمكن يكون الفيديو طويل شوية، لكن أنا هحاول أسرعه في النص لو عرفت. بوريكم إزاي بشيل التلج. صباح الخير عليكم وكندا. شايفين شلت الجزء الاكبر من ممر قدام البيت، ودلوقتي لازم اشيل الممر اللي بيمر فيه المشاة. هاخد الموبايل معايا واشوف اصور لكم، هعرف اصور لكم ولا لا وانا بشيله. دلوقتي هقلب الكاميرا واصور لكم وانا بعمل الممر. المنطقة كلها اللي قدام بيتي كل واحد لازم يعمل طبعا انا لما بطلع اشيل التلج من الممر لازم اكون لابسه لبس مناسب. فاول حاجه ببقى لابسه حذاء التلج او بوت التلج، وده بيكون يعني بيحميني لغاية درجة 45 درجة تحت الصفر، ما احسش بالبرودة. بيكون محشو من الداخل بطبقة كبيرة من اللباد والفرو، وفي مساحة من تحت علشان لما اقف على التلج ما احسش بالبرودة. وطبعا ببقى لابسة لبس لبس التلج اللي هو ببقى لابسه جاكيت تقيل جدا، وكمان ببقى لابسه جوانتيه التلج علشان اقدر اتحمل، لاني بقف حوالي مثلا من نص ساعة ل 45 دقيقة علشان اعمل العملية دي. طبعا انا سرعت لكم الفيديو علشان ما يبقاش المنطقة كلها اللي عند بيتي حدود بيتي.
زي ما قلت لكم بيعمل قدام دي. والشوارع بتعملها البلدية، يعني بعد شوية عربية البلدية هتيجي تعمل بقية الشارع. دي أول حاجة لازم نصحى نعملها يوم ما ينزل تلج، لأن لو سبناه بيتراكم فوق بعضه بيتضغط فوق بعضه يبقى عامل طبقة إزاز حادة جدا، ممكن تسبب في أذى كبير لأي حد يمشي عليه أو يقع عليه. زي ما احنا شايفين في لسه يعني طبقة خفيفة لسه ماسكة في الأرض. في الحالة دي هجيب ملح، هجيب ملح وأرشه. خليكم معايا، هجيب الملح واجي ارشه علشان يساعد في ذوبان الطبقة الرقيقة اللي فاضيه. الملح ده مخصص لتذويب التلج، فبيجي في اكياس كبيرة 20 كيلو. انا بفضي في حاجة يعني تحتويه علشان اقدر ارشه، ما اقدرش اشيل الشوال كله وارشه. رشيت الملح، اي مكان ينزل عليه الملح على طول بيسيح التلج منه وبيبان الاسفلت على طول. ده كمان بيساعدني لما ينزل تلج تاني ما يبقى سهل ان انا اكسحه بالجاروف، لانه بيبقى غير ملتصق من الارض بالارض بسبب ان الملح ما خلاهوش يلتصق بالارض. زي ما انتم شايفين اي مكان فيه ملح ساح من عليه الثلج، ومع الوقت ممر السياره هيبقى واضح جدا. وده المنظر النهائي بعد ما خلصت خالص. خلاص الممر بقى خالي تماما من السلوك لغايه ما ينزل تلج تاني في يوم تاني واصحى اعمل من الاول.